السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم بودكاست على البوليتيك في الجزائر. ما كاش هضره على البوليتيك في الجزائر. علاش اليوم انا ندير لكم بودكاست على القتالين والكريمينال في الجزائر؟ ما قصتهاش كاع حبيبنا. باش يكون اتصال ولا كومينيكاسيون بين الشعب والدولة ولا بين الشعب ولي بوليتيسيان وسياسيين، ايبا لازمنا الخطابات السياسية، وهذا هو المشكل تاع السياسة تاعنا في الجزائر. باسكو السياسيين عندنا في الجزائر تحسهم يهضروا كلش. سلام عليكم. السلام عليكم يا البطاطا. الصف العربية ولي ممارستي ولي ممارسي الصحة ولي ممارسي الصحة الصحة ريسبيري باش تهضر مليح. الذين يعانون بعد المخدرات الامراض جو دير لي سيتوستاتيك لا شيموثيرابي. برافو. الفرنسي تعرفي تهضريها والعربيه لا جو سي با ولا لو ماركيتو هاد المخلوقه مي فلافين تاع لا فيديو يتقرا من الورقه بصبحها تفكرت والو. الله يرفكتني في صار. نون سولمون سياسيين في الجزائر تسيبهم يقراو من الورقة ويزيد يقراو بصبحهم ويزيد ما يبانوش راهم يقراو ويزيد ما يعرفوش يقراو. والنيميرو 1 تاع السياسيين اللي ما يعرفوش يهضروا العربية في الجزائر هو عمو سلال. وتقدم مقترحاتها. مقترحاتها. مقترات. لا مقترحاتها. 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 وي. تا. وي. را. وي وي مختارات. والبروبليم وين؟ كي قال مو اختار ها تي ها بدا يضحك. ما عرفش ما با ينطق كلمة طفل صغير يعرف ينطقها. مختارات. ما فهمتش علاش الناس كريتيكيو كاع من الفقاقير. سلال رجل ديمقراطي يعرف يهضر مع الناس. كان واحد تما شيخ زاويه يا اللي راهم يقولوا باللي لا كان يروح بوتفليقه الزوي راحوا. قلت له راح نقولوا تروح لنك. تروح لنك ديمقراطيه. ولا كي بلا كانوا يقعدوا في النظره هذيك كيما كتبتها انا نقراها لكم. سلال يعرف يكتب بوسون دافريل هادي ولا وشنو؟ مؤسسة لا تتكلم عندما يجيب الكلام هي مؤسسة بكمة. مؤسسة بكمة. مؤسسة لا ترى ضرورة الاتصال هي مؤسسة عمياء. مؤسسة عمياء. مؤسسة تنقصها. خلاص بالله علينا صمتها. هذه الحقيقة. الحقيقة ما تعرفش تهضر عربية إما بالله فمك ولا تهضر بيديك ولا بليجاز. عمي سلال شوف راك انت شبابة خسروها على خاطر روحك. هذو هما لي تروز اكس فوندامونتو سو لوكيل فو ديفي اريفي ان سوليسيون. فرونسي الله يبارك الله غير تزهمنا. مي بون ابار اللغة العربية سلال انسان عبقري هارب من راسو وجبيه. اي هذا راه عالم كبير متخصص في الالكتروجين تاع الهواء ذاك تاع القبار والكاكير ولا هذا راه متخصص. سلال عالم كبير في علم الحشرات وجبيك خو. انفوسه باش ما تموتش. تشبال خليده. خليده تشبال خنفوزه. انا تبالي تشبال بليطو العقرب. لا اي بون لي سوسيال تاع حشرات. لما جا الارهاب البق ما يزغدش. البق ما يزغدش. البق ما يزغدش. سلال ماشي غير الوزير الاول تاع الجزائر، عنده ثاني موهبه كبيره في الطبخ. انا ماناش حكومه تاع بطاطا. بطاطا تمشي بالتكتوكه تمشي بطاطا يديروها مع التكتوكه. ما ظنيتش انفان ولا انتم ديروا بطاطا بالتكتوكه هذيك حكايه واحده اخرى. لابد واحد يحرك المرميطه بصفه عامه. المرميطه بصفه عامه والناس تفق له وعجبهم الحال. لا هذوك شياتين برك. سلال انسان نازح يقول غير الحق ما يكذبش كاع. تعرف اني كذاب انا؟ لا مش اني كذاب. انا كذاب انا ولا لا ماكش كذاب. حاشا لله حاشا. ليش ما عرف اني كذاب؟ نخاف من ربي ما العباد. الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عدة سنوات. كاين الماكلة انفان في هذه شوية. ما قراش كلش. راك تبيعي في حاجة ولا؟ لا توتشي باكش ما تلقاي. وما تاكلوش الخروف بزاف. لا
الله يبارك سلا اللي يعرف يتحاور مع الشباب، يعرف يتواصل معاهم، يعرف يهضر معاهم. راه عندك كيفاش دير الكومينال ولا غير عندي؟ الحمد لله اونفان قريب تخلص البوطه، باسينا 5000 مسلال. عندك كيفاش الدراجي؟ 5000 في عينيك. قول الله يبارك، قول الله يبارك، استغفر الله استغفر الله. هما خير من الاولاد. هما خير منا. فهمت دوك علاش غير النساء يخدموا في الجزائر؟ ومن هنا أنا استنتج بلي سلال حلاب كبير. سلال عنده موهبة كبيرة في الإخراج وفي لي فيلم. ما تخرجش نجي كما تاع الوسطان هذاك، تيري ولا نتيري؟ كبير. والحاجة اللي ديرونجيني ثاني مع لي بوليتيسيان في الجزائر، تكتبهم ما يفهموا والو في الدين، أستغفر الله العظيم. ويلعبوها فاهمين. كان الرب سبحانه هذاك ندير علينا الجمال ويعس فينا واحد بواحد. الجمال مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم ما عندوش مستقبل. لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول اعوذ برب الفلق. قول اعوذ برب الفلق شعر. استغفر الله العظيم. كنت تسقسي ولد صغير تقول وشنو قول اعوذ برب الفلق، يقول لك قران ماشي شعر. عمو نقرا لك قول اعوذ برب الفلق. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. 5000. قل للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أستغفر الله العظيم. الجزائرية هي نصف سماء الجزائر. والله والله يجوز قتله. المرأة هي نصف سماء الله. سماء الله كيفاه؟ الله يصفر وجهك إن شاء الله. بورت مالور مي بيناتنا انا خالدة تومي ما نلومهاش. واش وليت؟ لا لا سي جوست خالدة تومي قبل ما تطلع وزير الثقافة تهضر كيما هكذا. خالدة مينيز لا كولتور جو مو فو لو سويت با جو مو فو لو سويت با باسكو خالدة سو بلان ارتيستيك ايل ان بو بوكو دو دون ايل ان بو بوكو دو تالون. لو بريزيدون دوفري نومي جو سي با ان غران بانتر ان غران اكريفان. ومن بعد كي طلعت وزير الثقافة تخلصت علينا هكذا. واش تحبوا؟ هذه هي الثقافه في الجزائر. بون كاين بعض السياسيين تما بصح يعرفوا يهضروا اللغه العربيه ما يضبحوا بزاف باش يكوفوا روحهم زعما كونكو يحبوا الوطن وحب العمل وحب الشباب ويخموا على البلاد. وينو حنا اللي نحقق احلام تاع شباب 54 قررنا. واش كاين واش كاين دوكا فهموني، هذا بنادم ولا بوكيمون؟ حتى الناس اللي يسمعوا الخطاب تاعو راه مخلوعين فيه. والحاجه اللي عجبتني في هذه الجمله قررنا تقدر ديرها في نيمبورت كيل فيديو تجي نورمال. في البوليتيك تاع الجزائر دي فوا تمشي الناس ما عندهمش كاع علاقه بالسياسه مي نورمال، ما تفهمش كاع كيفاش دخلوا لهذا الدومين. كيما هذا البنادم كان دراب كي تاع المناعي يا بناي دي لانجود دوكا ولا يدير خطابات ويلبس الكوستيم ولا كيما الشيخ عطا الله. مي بون الشيخ عطا الله ما نلوموش باسكو او موا قالنا لا فيريتي وقالنا واش كان ناوي. وانا ثاني ما وعدت الشعب، انا قلت لهم الشعب راني رايح. انا قلت لهم عايشين خساره ومترشحين الزكاره وقاصدين الشكاره. وفي الجزائر عندنا مجموعة من الناس واللي اسمهم البرلمانيين، وهذ البرلمانيين الخدمة تاعهم يتكلموا على مشاكل الناس. البرلماني يتقاضى مبلغ 25 مليون، ودوك انا لما لو كان يعني نديروا عملية حسابية تلقى انه البرلماني الشيء اللي صح له في هذا الاجر ربما 5 ملايين يديرهم في الجيب. ميمم اذا صح كنت تدخل سي 25 مليون وتبقى لك منها غير 5 ملايين، باه 5 ملايين تكفي. الباقي كلهم عندهم من يروحوا. نعطيك ابسط مثال. اعطيني مثال. عندك تليفون. الفاتورة تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين، لأنه الناس ما يكلموكش كاع يبيبوا لك وأنت تعاود لهم. هذه أبسط شيء يعني. تقول لك راك عيطي بيبي. مي بيناتنا خوتي 25 مليون ولا 3 ملايين ولا 4 ملايين نورمالمون البرلماني يروح على جال مشاكل الشعب، على جال تطلعات الشعب، مش يروح على جال دراهم. ومن هنا نستنتج باللي أنت يا طماعة. والحاجة اللي ديرونجيني بزاف في البوليتيك في الجزائر هي الشتاء. بون هنا رانا نشوفوا جماعة تاع بنات راهم يقولوا بونجور مسيو لي بريزيدون. لي من راهم يقولوا فيها الفرنسوا هولندا البهلول تاع فرنسا. ولي قال علينا هادشي Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. واش تحبوا؟ هذه هي السياسة في الجزائر، يموتوا على الرخص، يحبوا لي رخصهم.
وفي لافي تاع لا فيديو واش تحبوا نقولكم؟ تحيه الوزارة تاعنا، تحيه السياسيين تاعنا، تحيه الخفوسة تاعنا، تحيه السلاليل، تحيه الفقاقير، تحيه الوحدة الرابعة الخامسة السابعة نيت سماح. وإذا عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها، وإذا ما عجبتكمش بارطاجيوها، بالك تعجب عمو سلاليل، عمو فقاقير، بالك تعجب خنفوسة، وأنا على بالي. بيس.